كورة مرعب. صباح الخير ماجد، انت حدثنا عن الجمهور، الجمهور غير موجود هنا كون اليوم ممطر هنا في بورتو أليغري، الرياح قوية، الأمطار، نتمنى أن تكون فال خير. لكن معي ضيف كريم وهو السيد عبد الوهاب بوغرا، والد مجيد بوغرا الماجيك الذي سيعود اليوم إلى التشكيلة الوطنية. مسيو عبد الوهاب، بيفوني سيغ بي سبور، دونك سي بليزير دو فواغ لو بير دو ماجيد بوغرا إيسي بور سيبورتي ليفير. كو ديت فو دو سو ماتش أجوردي إن شاء الله؟ إن شاء الله يكون في الخير وبركة إن شاء الله، ويفون جوا افيك كار. Ils vont, c'est sûr qu'ils vont jouer avec cœur. Hein, ils vont se battre jusqu'au dernier moment. Okay. Oh, Inch'Allah, ils vont le faire. Donc, quel est le conseil que vous donnez à Majid de rester calme ou quel est le conseil? Je ne donne pas de conseil. Parce que ici, il est professionnel, il sait ce qu'il a à faire. Il sait ce qu'il a à faire. Je n'ai pas besoin de lui donner un conseil. Hein. Ok. Et le résultat, Inch'Allah. Attendez le résultat. Je ne sais pas, Allah, il m'a dit. De 2-3 pour qui? Pour l'Allemagne ou pour... Si c'est possible pour l'Algérie. Ah ok, super. On va gagner 2-3-0. Non, non, il y a un moule. Qu'est-ce qu'il veut? شكرا. شكرا. والاخ معنا انت ما شاء الله مناصر، اذا هنا تسجل، يعني كيف ترى هذه المباراه اليوم؟ في الحقيقة احنا مسرورين كثيرا اللي وصلنا لهذا المرتبة والدوزيام تور، ولكن احنا متفائلين بزاف في المفاجأة اللي اليوم، ممكن لأن هذه المباراة تاع لا كوب دي مون تاع 2014 في الحقيقة سي كل مفاجآت، والفرق الأكبر خرجت ديجا من المنافسة، ونظن باللي المناصرين المساكن راهم عانوا باش قعدوا باش تحصلوا على دي زوتيل على لي ديبلاسمون كلش، وان شاء الله يكون تكون عندنا حسن المباراة. أوكي. ونكونوا في الحقيقة نعطوا نكون ان بون اكزومبل، وحنا متفاعلين دروك رانا في الفايده. المشكله لو فزنا اليوم مع المانيا، الجزائريين ممكن يقول لك يفوزوا بكاس العالم. في الحقيقه ما نقولوش نوصلوا لا كوب دي مون لا فينال، ولكن ممكن، لان قلت لك في هذه المباراه كاين فيها مفاجات كبيره، والنصر ان شاء الله للميرك كي قال. وماذا تقول للعرب اليوم، يعني جمهور عربي كبير اليوم يتابع هذه المباراه اليوم، انت كجزائري؟ بسم الله الرحمن الرحيم، نشكر بين سبور على الفرصه هذه. رانا في البرازيل ورانا باه ننصروا الفريق العربي الوحيد اللي راه متاهل للدوزيام تور ان شاء الله. طبع الجزائري متفائل، الجزائري هكا متفائل بزاف بزاف، وطبع العرب كلهم متفائلين ثاني، وان شاء الله شهر رمضان والطقس هذا ربما يكون خير علينا ان شاء الله كما قلت انتيا، وان شاء الله نديروا نتيجه، ولا ما درناش نتيجه احنا رانا تاهلنا للدور الثاني وما فيها والو، وان شاء الله الكوب الاخر كاس افريقيا، كاس العالم المقبل، كاس افريقيا، كاس، ما ان شاء الله نديروا نتيجه، وعندنا فريق شاب وان شاء الله ومتفائلين بزاف بزاف، وان شاء الله نديروا نتيجه على كل حال. بارك الله فيك ورمضان كريم ان شاء الله لكم. بارك الله فيكم و بارك على الجزائريين، والى اللقاء. و 1 2 3 فيفا لاجيري، 1 2 3 فيفا لاجيري. يعطيكم الصحه، يا قطر وسي يعطيك الصحه، 1 2 3 فيفا لاجيري. ميتي لونشو، ميتي لونشو. بارك الله فيكم وعوده اليك ماجد. جميل طبعا مراد العرب، انا عايش هذه الاجواء وتتواصل الافراح ان شاء الله من خلال